السلام عليكم. أكثر الأسئلة أنسأل فيها هي كيف ننقل بيانات الواتساب الثقيلة من جهاز إلى جهاز آخر أو نعمل نسخة احتياطية، لأن بصراحة 5 جيجا للآي كلاود مستحيل تعمل لك باك اب للواتساب، وال 15 جيجا في أجهزة الأندرويد في الجيميل ما راح تعمل لك هذا الباك اب، لأن عادة مساحة الواتساب أكثر من 20 جيجا. ففي شركات كبيرة قامت وحلت هذه المشكلة عن طريق تنزيل تطبيقاتها في الكمبيوتر وعمل النسخ الاحتياطية بطريقة محترفة جدا. فاليوم أجيب لكم أحدى هذه التطبيقات المميزة اللي راح يحل مشكلة النسخ الاحتياطية للواتساب وكيف ننقلها من أي جهاز إلى جهاز آخر، آيفون إلى آيفون، آيفون إلى أندرويد، أندرويد إلى آيفون، وأندرويد إلى أندرويد بكل سهولة، وحتى لو كان حساب الواتساب بزنس أو عادي. فاليوم راح نتطرق في هذا الموضوع ونشرح كل التفاصيل بسهولة لأي شخص حتى اللي ما عنده خبرة في هذا الشيء، لكن شرط الواحد يكون عنده كمبيوتر عشان نسوي هذه العملية وياكم. بس قبل لا نبدأ، إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل، فكروا في الاشتراك في القناة، لأن دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. التطبيق عالمي اسمه اي كير فون، راح احط الروابط تحت الفيديو، بعد ما نضغطه نقدر ننزع على نظام الويندوز او الماك على حسب الكمبيوتر اللي عندك. بعد التنزيل وتفتح التطبيق راح تطلع هذه الواجهه، نقدر نعمل نسخه احتياطيه لكل هذه التطبيقات، لكن راح نركز على الواتساب فقط. في عندنا عده خيارات. الخيار الاول يعمل نسخة احتياطية من الجوال اللي عندك مهما كان نوعه، اندرويد، ايفون، اي اصدار من النظام، نشبك التليفون في الكمبيوتر ونختار هذا الخيار، راح يعمل نسخة احتياطية من التليفون الى الكمبيوتر، يعني راح يعمل لك الباك اب للاي كلاود بس في الكمبيوتر، واللي هو خاص للواتساب فقط. بعدها تقدر تنقله لأي مكان، لأي جوال، حتى لو مثلا اشتريت جوال جديد تنقله فيه، أو أنك تحافظ عليه وتشوفه إذا تبغى تشوف محادثات وصور وإلى آخر. فهذا هو الخيار الأول، مخصص لعمل باكاب من الجوال إلى الكمبيوتر. الخيار الثاني هذا يعمل العكس، البيانات أو النسخة الاحتياطية للواتساب اللي عاملها في الكمبيوتر راح ينقلها من الكمبيوتر إلى الجوال اللي عندك بكل سهولة. فهذا الخيارين، خيار يعمل باكاب، الخيار يرجع الباكاب، هذا الخيار الثاني. أما بالنسبة لنقل البيانات من آيفون إلى آيفون آخر أو أندرويد إلى آيفون أو من آيفون إلى أندرويد، نضغط هذا الخيار، بعدها راح يقولك وصل الجهاز الأول ووصل الجهاز الثاني مهما كان نوعه، اندرويد، ايفون، ايفون، اندرويد مثل ما قلت لكم. وبعدها خلاص، بعد ما نوصل الجهازين، الجهاز اللي على اليسار راح ينتقل منه بيانات الواتساب، الجهاز اليمين راح يستلم بيانات الواتساب، وراح تتم عملية النقل بكل سهولة. اطول وقت شوي لحد ما ينقل كل البيانات، وخلاص حليتوا مشكلة نقل البيانات في الجوالات بهذا التطبيق الرهيب. روابط تحت الفيديو. طبعا انا قعدت اشوف في عدة طرق لنقل البيانات، في منها مجانية، في منها تدفع مبالغ، بس عموما الطريقة انك تعمل نسخ احتياطية للواتساب من جهاز الى جهاز اخر والنقل بالطريقة السلسة اللي رويتكم اياها عادة ما تكون مجانية. فهذا التطبيق صح انه تنزيله مجاني وكل شيء، لكن في النهاية راح تدفع مبلغ، لكن الحلو لازم تختار خيار الوان تايم بايمنت عشان تدفع مبلغ وما تدفع مرة ثانية غيره، وتستخدمه بأي جهاز عندك بدون أي مشاكل. أتمنى هذا الفيديو يحل مشكلتكم ومشكلة مساحة الواتساب الكبيرة وكيف نعمل لها نسخة احتياطية أو نقلها من جهاز إلى آخر. شكرا لكم على الدعم والكلام الجميل في التعليقات، وكالعادة لحد الفيديو القادم أشوفكم على خير بإذن الله.